بل قد تكون المحن والفتن سببا في قوة دينه. هكذا عند المؤمن أحيانا يصل إلى هذه المرتبة العالية، لأن المؤمن موعود بذلك، فهو يرى في المحنة تصديقا لوعد الله تعالى الذي شرع الدين. يقول أنا لأني مؤمن أبتلى، فيصير عنده هكذا بصيرة. أما ضعيف الإيمان الذي لا بصيرة له في دينه، فإنه لا يقوى على مواجهة الفتن والمحن المصائب، بل ينهار أمامها ويسقط. يقول لماذا حصل لي هذا، لماذا حصل لي هذا، وإذا به يتحول من حالة الإيمان والتسليم بعد الدليل، طبعا بعد البراهين، ليس الإيمان الأعمى، وإنما كلامنا بعد الثبوت بالبرهان كما سيأتي إن شاء الله. فقد إذا نفسي ضعيفة ينهار أمام المشاكل. قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زادهم إيمانا وتسليما هذا الأمر، لأنهم عرفوا أن هذا الأمر هو الذي هم موعودون به. وقال عز من قائل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، الحرف حافة الشيء، طرف الشيء، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. بمجرد أنه يبتلى بشيء يخرج عن إيمانه، خسر الدنيا والآخرة، بالنتيجة بلاء الدنيا على ما هو عليه. عندنا هذا في بعض النصوص الشريفة عن بعض أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أنه إن صبرت جاءك البلاء، نزل بك البلاء وأنت مأجور، وإن جزعت نزل بك البلاء وأنت موزور. بالنتيجة البلاء نازل، ينزل أيضا على كل أحد. فالبلاء ليس مختصا بالمؤمن بما هو مؤمن، وبالتالي يأتي البلاء، نستجير بالله، يأتي البلاء على هذا الإنسان المعترض الجازع الرافض المتمرد الذي سقط على وجهه نعوذ بالله، يأتيه البلاء، ولكن يتحمل إثم فوق البلاء فيكون بلاء على بلاء، فهنا خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين البين الواضح، أن الإنسان يخسر الدنيا. طبيعي الدنيا هي خاسرة، خاسرة تجارة الدنيا، ربح الدنيا أنها مزرعة الآخرة، أيام وتمر، يقيمها الإنسان، يحييها الإنسان، يعمرها الإنسان، ولكن عين عليها وعين على الآخرة، ينظر إليها وينظر من خلالها إلى الآخرة. فإذا ابتلي في هذه الدنيا خسر الدنيا، وهو متمرد منقلب على وجهه خسر الآخرة، فهذا هو الخسران المبين. وغير خفي أن الاستظهار في الأدلة، الاستظهار يتريث يحسب حسابه، ينتظر بعد، يستزيد أكثر، يطلب المزيد والاستزادة منها، هذا شيء، والتحكم في الأدلة شيء آخر. غير التحكم في الأدلة، أنه لا أريد هذا النبي، أريد ذلك النبي، هذا النبي لعله كذا، هذا كذا، هذا كان فقيرا، هذا علمه بشر، إلى آخره، هذا شيء. والاقتراح والتعنت في الأدلة شيء آخر، الذي هو محل الكلام، والذي كثيرا ما يتعمده المتخاصمون. تخاصمون، قل لا هذا الدليل ما أريده، ما أقبل الرواية الفلانية، ائتني بغير الخبر الفلاني، ائتني بغير الآية الفلانية، تعنتا وإباء للحقيقة، رفضا للحقيقة واستهوانا بها. طبعا هذا تحقير للحقيقة، هذا إهانة للحقيقة، هذا استخفاف بالحقيقة، أني لا يعجبني هذا الدليل، أريد الدليل من اللون الفلاني أو من الشكل الفلاني. وردا على الله تعالى الذي فرض هذه الأمور، هذه الحقيقة قبلها الله سبحانه وتعالى، رتبها في ضمن برهان مقبول في نفسه من الشكل العلمي، وأنا أرد على الله سبحانه على الذي فرضها وأتم حجته عليها ورتبها بشكل لا يقبل الرد، وحملهم بذلك المسؤولية أزاءها. إذن
هذا الأمر دخل في عهدة المكلف، صار على المكلف، يتحمل المكلف مسؤوليته، ومجرد أنه لا يعجبه هذا لا يفيد ولا يؤثر. نعم أيضا يؤكد أنه ليس المقصود هو الاستعجال كما ذكر حفظه الله تعالى، وإنما التريث وطلب الاستزادة لتكون حركة الإنسان حركة واثقة وثابتة ونفسيا أيضا. ليس أحيانا العقل يكتفي بهذا الأمر، ولكن حالة الاطمئنان القلبي، حالة الاطمئنان النفسي والروحي شيء آخر أعلى من مجرد برهان. فإذا استزاد من هذه الأدلة بالتدبر والتفكر صار عنده حالة وضوح، حالة اطمئنان، حالة ذوبان في الحقيقة، وهذه مرحلة إيمان عالية تنفعه عند الابتلاء بالمحن والفتن.